يقول: نسمع كثيرا من الإخوان يستخدمون الآيات القرآنية لضرب أمثلة أو ما شابه ذلك، كقوله تعالى: لا تسمن ولا تغني من جوع، وقوله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، ومن تلك الآيات القرآنية الكريمة التي لا يمكن التلفظ بها إلا لما يفيد وينفع لا للسخرية والاستهتار كالدارج على ألسنة بعض الناس وما نسمعه أو نقرأه، فهل هذا جائز أم لا؟ وإذا كانت جائزة ففي أي الحالات يمكن ذكرها وترديدها؟ جزاكم الله عنا كل خير. لا بأس بالتمثل في القرآن إذا كان ذلك لغرض صحيح، فأن يقول لا يسمن هذا الشيء، لا يسمن ولا يغني من جوع، أو يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم، إذا أراد التذكير بحالة الإنسان مع الأرض وأنه خلق منها ويعود إليها. التمثل بالقرآن إذا لم يكن على وجه السخرية والاستهزاء لا بأس به، أما إذا كان على وجه السخرية والاستهزاء كما يقول السائل فهذا يعتبر ردة عن الإسلام، أن من استهزأ بالقرآن أو بشيء من ذكر الله عز وجل، من هزل بشيء من ذلك فإنه يرتد عن دين الإسلام، كما قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيجب تعظيم القرآن واحترامه، ولا يمنع هذا أن الإنسان يتمثل به على وجه نزيه وعلى وجه طيب، ما فيه مانع، أما استعماله من باب السخرية والاستهزاء فهذا ردة عن الإسلام. نعم، جزاكم الله خيرا.